قال الله عز وجل بعد أن ذكر الوعيد، قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال رحمه الله، قال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني قربت، كما قال الله عن المشركين ماذا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني قربة. فأزلفت الجنة يعني قربت، وقربت زمنا ولا مكانا؟ يحتمل هذا وهذا. ذكر أهل التفسير بأن الله عز وجل يقرب الزمن فيعجل لهم، إن كان سيدخلون في يوم كذا ربنا جل وعلا كرامة لهم يعجل، كما لو أعطيت موعدا يمكن تذهب تبحث عن شفاعة ولا واسطة عشان إيش يقرب لك الموعد، صح؟ فربنا جل وعلا رحمة وكرما بأهل الجنة يقرب لهم موعد دخولهم إياها. هذا معنى أزلفت، فهنا قرب ماذا؟ الزمن ولا المكان؟ الزمن، فيقرب لهم الزمن حتى يدخلوها. ويحتمل أن وأزلفت الجنة أي قرب مكانها، وهذا من تمام كرم الله عز وجل. قال جل وعلا: فقربوا إليهم قال لا تأكلون. إبراهيم عليه السلام جاء بعجل سمين وجهزه الطعام فقربه لأضيافه وكانوا ملائكة ما يأكلون، لكن قربوا إليهم. فقالوا من تمام الكرم ماذا يا أخوان؟ أن تقرم الضيافة إلى الضيف. فهنا ربنا جل وعلا يقرب الجنة لأهلها فيكون منها قريبا جدا قبل دخول أيام حتى يرون ما فيها. إذن وأزلفت الجنة زمانا ولا مكانا؟ ما لا منافاة، يقرب الله إيش؟ زمنا موعد الدخول، ويقربها مكانا حتى ينظروا ما فيها. هذا معنى إيش؟ وأزلفت الجنة. وأزلفت الجنة، الجنة دار الكرامة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة لغة يقال يعني البستان، لكن جنة النعيم ما يقال بستان، يقال دار الكرامة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، التي يحيون فيها فلا يموتون، وينعمون فيها فلا يسأمون، ويأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، يخرج من أجسادهم كالرشح أطيب من المسك. دار الكرامة يقربها الله عز وجل، عرضها السماوات والأرض، لكن لمن؟ قال للمتقين. للمتقين، والمتقون هم الذين اتقوا الله عز وجل واتقوا عذابه وسخطه بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه. متقون صدقوا خبر الله ورسوله وامتثلوا أمر الله ورسوله واجتنبوا نهي الله ورسوله، فجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، فاستحقوا لقب المتقين. فإذا ربنا جل وعلا يقرب الجنة للمتقين، وهل يعني هذا بأن العصاة لا يدخلون الجنة؟ هذا ما قال به الخوارج والمعتزلة. قال شوف الجنة، أقرأ كتاب الله تجد بأن الله عد الجنة لمن؟ للمتقين، للصالحين، لا للفساق، لا للزناة، لا للسراق، هذا مصيره السارق الزاني الكذاب، جهنم. إن للمتقين مفازة حدائق وعنابا. إذن هذه الآية استدل به من استدل وأمثالها بأن ماذا يا أخوان؟ لا يدخل الجنة إلا تقي، أما الفاسق العاصي هذا ما يدخل الجنة. فلهذا استدلالهم صحيح، استدلالهم باطل، لأن التقوى هي درجة واحدة ولا درجات كثيرة؟ درجات. حتى هذا العاصي اتقى شيئا عظيما وعظيما جدا، ماذا يا أخوان؟ اتقى الشرك، ما أشرك بالله، هذا أعظم تقوى. حتى لو كان عاصيا أو مدخنا أو مسبلا أو حليقا أو زانيا أو مرابيا، لكن عنده توحيد واتقى الشرك،
طيب هذا ما هو مصيره؟ ليس بتقوى كاملة. ومن قال بأن الناس في التقوى سواء؟ يتفاوتون. فذا قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأتقى هذا اسم تفضيل، يعني فيه تقي فيه أتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم لله وأتقاكم، إني أتقاكم لله وأخشاكم لله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس، صح؟ فالناس يتفاوتون في التقوى، حتى عصاة المسلمين عندهم تقوى، ولكن الناس يتفاوتون في التقوى. ثم هذا العاصي قد يعفو الله عنه جل وعلا، أقبل على الله على معصية والله يعفو عنه، فلا يكون عاصيا. يدخل الجنة عاصي ولا بعد ما عفو الله عنه؟ يعني واحد محكوم عليه بالسجن فجاء وعفو، يسمى مجرم؟ يسمى متهم؟ ها خلاص عفو، صح؟ فإذا عفى الله عنه قربت له الجنة بعد أن عفى الله عنه. شأن من تاب قبل أن يتوب، قبل أن يموت، من تاب قبل أن يموت، إيش حاله؟ ما حال الذي إيش يتوب قبل؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، صح؟ بل يبدل الله سيئاته حسنات. كما أن العاصي إذا تاب لا يسمى عاصيا، كذلك المعفو عنه بعد أن عفى الله عنه لا يسمى عاصيا، فيدخل الجنة وقد عفى الله عنه، مسحت موحية سيئاته. وقد يكون عنده من الحسنات ما يذهب الله بها السيئات، لقوله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد يكون هذا العاصي قد أصيب ببلاء في الدنيا فكفر الله به بهذا البلاء سيئاته. لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عن سيئاته. فقد يكفر الله عنه سيئات بالمصائب التي أصاب بها في الدنيا. طيب، وهذا أيضا إن لم يعفو الله عنه ولم يأتي حسنات تمحو سيئاته ولم يأتي بلاء يكفر الله بسيئاته، عذبه الله في النار وأخذ جزاءه أو بعض جزائه، ثم عفى عنه ثم أخرجه ثم يدخل الجنة. هل حينئذ يقال عنه زاني ولا سارق ولا مرابي وقد أخذ جزاءه؟ الجواب لا. يعني لو أن الشخص الآن في الدنيا حكم السجن 5 سنوات، قضى 5 سنوات طلع، يجي واحد يقبض عليه من الأمن: تعال أنت، إيش يقول؟ لا خلاص أنا خذيت حكمي وأنا طلعت، صح ولا لا؟ ما عاد يسمى ماذا؟ متهم ولا مجرم ولا مطلوب، وقد إيش قضى ما عليه من العقوبة. فإذا هنا لما يدخل أهل الجنة الجنة ولو كانوا عصاة وهم من أهل التوحيد، إما يكون قد تابوا قبل أن يموتوا، وإما عندهم الحسنات ما يمحو الله بالسيئات، وإما أصيبوا ببلاء فكفر الله عنهم، وإما دعا لهم أهلهم والمسلمون وصلوا عليه الجنازة فغفر الله لهم، وإما شفع لهم شافع، وإما عفى الله عنهم أرحم الراحمين برحمته، وإما يكون قد يعذبهم إلى أمد لا إلى الأبد ثم يدخلون الجنة عصاة، لا خلاص تطهروا. فصار كلام الله ها متناسقا، لا ينافي بعض بعضه ولا يناقض بعض بعضه، كيف وقد قال الله عن كتابه: ولو كانوا عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله جل وعلا يقرب الجنة زمنا ومكانا لأهلها المتقون الذين اتقوا سخط الله عز وجل وعذابه بتصديق ما أخبرهم الله به ورسوله، وامتثال ما أمر الله به ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد.